هنا شبعون لكتابة الكلمات السريانية ولفظها باللغة العربية في طبعة العربية للقرآن. أهلا وسهلا بك أبونا. شكرا شكرا استاذ سامي، بك اكثر. شكرا. تسلم تسلم تسلم. إذا شوف هنا في آية بتقول الآية 72، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هو يقرأها أبونا مش كالعهن، هو يقرأها كالعمري، كالعمري. يعني ممكن الكتابة الكوفية تسمح بذلك، كالعمري كالعمري كالعهني. ويقرأ كالعمري من عمرة التي تعني الصوف كما في القراءة المختلفة. يعني هم ما فهموا شو معنات العهن، فتعرف القراءة المختلفة كانت كالصوف. فهم؟ لأنه هم اصطدموا بالكلمة، شو يعني العهن؟ فقالوا العهن يعني الصوف. قل لك إذا كان هو الصوف معناته القراءة خطأ، مش العهن ولكن عمرة. من الكلمة السريانية عمرة التي تعني الصوف كما في القراءة المختلفة. وجاء الخطأ بسبب كتابة حرف الميم السرياني حرفه عربي، وكتابة حرف الراء العربي حرف نون عربي. عمرة هل بتعني بالسرياني صوف؟ نعم، مو عمرة، عمرة بالفتحة. عمرة عمرة صح، عمرة. اكتب لي اياها، هاي بيكون منيحة، هاي حلوة جدا، هاي بتكون مفيدة جدا فعلا. عمرة عمرة، ايوه هاي جميلة فعلا. أظن هنا الكلام يعني هنا حق مع، لأنه نعم، العهن ملهاش واضح 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 شيق. حتى في القاموس عمرة هو صوف، وبالعربي كلمة أخرى كل الصوف عهن، فبالضبط كالعهني. أبونا عندك كلمة سريانية عهن؟ لا عهن ماك، أنا ردت أشوف دقيقة ردت أتأكد منها. هذا عهن، أشوف إيه أنا كنت هذه عهن إيه، بس ما شو اسمه، ما ترهم، لأن عهن عهانة صلح، لا مناسبة، لا أما ناسبة، لا قشاكة، ينفع فعلا. فلا، فإذا العهن المنفوش هو ينفش هو الصوف، صح؟ وهلا حرف الميم السرياني، ممكن تكتب لي حرف الميم السرياني؟ حرف الميم هذه الوسطية هي هيك، راح اكتب لك هي بالوسط اللي تشبه الهاء العربية. لا ما تشبهها، هاي السين اللي تشبه الهاء العربية. دقيقة. شوف الميم، الميم هاي الميم البداية، لكن إذا كانت بالوسط أكتب لك ميمين. شوف إذا كان مربوطة، دقيق خلي أتحايل على الكمبيوتر حتى يطلع هيك. شوف هاي الميم، هاي الميم، أيوة هاي الميم، أما اللي تشبه الهاء هي السين. شوف اكتب لك هي سمكة، هسه اكتب لك هي، شوف هذه، شوف أيوة صح. طب أنا أشوف أبونا أقيم التسبيب، أقيم السبب، أقيم سبب الخطأ، ما لها داعي له، خليها هيك، خليها ملهاش نعطي أسباب، نعم لماذا؟ يكفي هيك، يكفي هيك.
هي عمراء معناها صوف بالضبط. وخلص بكفي، ما مش لازم ايه، احنا ما 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 مش هنتوقف على حرف. حتى العهن هو صوف بالعربي. ايوه لا بس العهن ابونا الصوف بالعربي عهن، لانه جت في القران. عهني، هو كاتب عهني بالياء بالنهاية، عهني. ف على كل صح، هي عمرة تكون أضبط أضبط. أيوة بدون شك. أيوة طيب هنا ما في شيء، هاي حلوة يعني احنا شفناها. طيب يقول هنا فأمه هاوية، فأمه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فسألوا شو يعني فأمه هاوية، احتاروا في هذه الكلمة. طيب قراءة لوكسمبر مش أمه، فقيامه، قيامه بمعنى مقامه. فهناك كلمات يتم فيها الاستغناء عن الياء قبل الألف، مثل بنانه التي يجب أن تقرأ بنيانه كما في الآية التالية، فهم علي؟ فقيامه، هو يقرأ فقيامه. ليش؟ ما فيها سر يعني، وخلاص. أيوه طيب هنا يقول هاوية، فهمت بمعنى ساقطة نازلة، وكلمة هاوية فريدة ونجدها في سفر شعية بمعنى كارثة. هلا أبونا عندك أنت هنا سفر أشعياء فصل 47 الآية 11. إذا عاش جيت عليك بشتب شبرة ولا تذعين وتبل عليك تاوهثة تاوهثة تاوهثة. إيه ولا إيش كان إيه تاوهثة تاوهثة هي هاي هاوية. بس تعرف حتى هوثة ذكر ال مثل الغني والعازر المسكين كان على باقي الإنجيل، صح؟ فيقول هناك لكنه هناك بيننا إبراهيم يقول للغني هناك هوثة يعني هاوية بيناتنا، ما يقدر يجي العازر اللي عندك. هوثة هوثة هاوية هوثة يعني في 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 يعني وادي كبير يعني مسقط كبير يعني شو في حفرة حفرة كبيرة. إيه يعني. أيوة إيه هاوية. طيب هو أوثة هي هاي شو كاتبه هو بال 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 بالعبري هو 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 لا تستطيعون، تنزل عليكم كارثة لا تستطيعون تجنبها. هو ها جدها، ولكن انا يعني اتفق معك هنا. هو ولكن ويفهم الاكسام سرياني هوتا بمعنى الحفره الكبيره. هوثة هوثة شوف كم خلي الفتحه على الهاء والسكون على التاء كاتبها زين. أيوه. اكتب لنا اياها كلمه هوتا. هوثة ايوه هوثة ايوه اكتب لك اياها. اوكي سهل او بالعربي هسه فتحة واو سكون تاء ألف بس ما هو كاتب الزين كاتبه تمام بس هاي هي سوية. أوتا
هاو احنا نكتب ناخذ اللي انت كبيرة كتبته بالضبط، هو كانت حفرة كبيرة. شوف اللي انت كتبته الحين حلو، بس بمعنى ايوه حفرة الكبيرة كويس للآية. طيب هنا وما زال مستعملة في العامية، ونقع في إنجيل لوقا، فبيننا وبينكم أقيمت قوة عظيمة لكي الآية لكي لا يستطيع الذين يريدون هو هذا اللي كنت أنا أشير له. هاي ما لهاش حاجة، لا ما لها حاجة، ما لها حاجة، واضح. أيوة هودة. طيب خليها خليها خلي احنا ما خسرنا، نقول انه هذه قيمه هوة عظيمه من هنا اليكم ان يفعلوا ذلك، وخليها احنا ما خسرنا. احنا بالعربي نترجمها هوة عميقه، لكن يمكن هاويه هم بالقران، هاويه هو هوة عميقه هنا بالترجمه اليسوعيه هو نعم نحن بالعربي كل الترجمات هو. حلو جدا. يعني هوت مسويه هو. هوت يعني هوت. أنا أقولها هنا. أنا أقول هوة عميقة هنا. بالضبط. هيك زبطت. لا أقسم. لا بمعنى التأكيد هنا ما لهاش معنى، ما لهاش خصوص سريانية. احنا نكمل هنا. أربعة وثمانين بلى قادرين على أن نسوي بنانه ويفهموا العرب عامة. شوف بناء هنا بالمفسرين، شاهد كلمة مرتين وفهمت بمعنى أطراف أصابع اليدين والرجلين، البنان. أيوه فهمت علي؟ أو المفاصل أو الأطراف هي الطبري، ولكن قراءة لوكسمبير بنيانه أي خلقه. وفعل نسوي هنا يعني نعدل، وكلمة بنيان جاءت 7 مرات. واضح، أظن كلامه سليم هنا. بالضبط. أنا أظن هنا يعني جعل وجع حل مشكلة فعلا. سوي بنانه، يعني شو سوي بنانه؟ يشار إليه بالبنان، يعني بالأصبع، برأس الأصبع. أيوة بس هذه مطرهم هون، سوي إيش؟ سوي رأس الأصبع؟ ما. إيه. هو صحيح بنيانه صحيح. إيه. على كل احنا ما دخلنا، هو كلام سليم على رأيي. نكمل هنا. وقد ألقى معاذيره هنا، نشوف الآية اللي بعد قبلها أبونا هنا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره هنا. 94 معاذير، وكلمة فريدة فهمت بمعنى معذرته كما في الآية يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، أو بمعنى الستور، أي ولو أرخى الستور ستر، فمع الستار يعني الستار. ويفهمها لوكسمبير من السرياني عادرة بمعنى ابتهالة وطلبه للعون، يعني ولو انه استنجد بهذا المعنى. فهمت كيف المخيلة تاعته القوية ابونا؟ معدر ادران، هاي معدر. اكتب لنا هاي عذرة، هاي او ما اعرفش كيف انت تكتبها، دبر لنا اياها. معادير معدر كيف انه شوف الصيغه تكون قريبه على العربي، لان هي ابتهاله وطلبه للعن هو عدرانه او عدرانه،
إيه لكن ألقى عذران، ألقى العذران عذر. هل موجودة كلمة عذرة؟ دقيق شوف هي كعذرة، عذرة هيك ما يعني أظن، ولكن خلينا نتأكد. ما تدري عذرة دعامة من سماك، صار سفينة خشبة كي تربط ويسند بها بناء السفينة، وتيرة معبر خشبة تسند سقف تسند سقف البيت، دعامة عماد عذرة. هل ممكن يعني ابتهال أو طلب للعون؟ هي جذر الفعل عذار، عذار هو معناه عزز أعان ساعد أسعف نصر نفع. عذر هي مبالغته، عالج داوى انتفع اصطلح استعانة، استعانة عذر. عذر يعني ابتهالة، ابتهال عذر. ايوه عذر عذر. ايه اكتب لنا هي عذر عذر. عذر هي بال عذر عذر ما بدكم يكون شو اسمه عذر. لا طيب عذر ما نشدد لانه يعني ما هو مبالغه يعني. طيب عذر عذر اعتياديه هي، هذه سكون دال فتحه راء سكون قبلها بالسريع يعني اكتب حول الى السرياني. شوف في هالكلمة هذه شلون الدال والراء اثنيناتهم ينشابهون، بس لأنه الدال نقطة ما في إلها نقطة تحتها، أيوة، والراء نقطة فوق ولا نفس الشكل. حلو جدا الدال والراء. اي حلو شلون اجتمعوا سوية في تحت نقطة فوق. هاي مثال للما كنا دائما نقول. هاي حلوة، هاي حلوة فعلا يعني. ذكرني بدروسك، ذكرني بدروسك. نسجل حتى يروح علينا الشغل، يروح علينا الشغل. بس كويس كويس. يلا خلص لنا التسجيل يا سيدي. شايفين يا ناس احنا شو، لانه النص كبير 1305 صفحات، فيعني الله يساعد الكمبيوتر علينا. رغم انه هذا كمبيوتر كويس عامة، بس مش عارف يقدر يسجل اسرع. نكمل. طيب باسرة بصيرة، بصيرة هاي احنا كتبناها، كنا كاتبينها، فيعني هاي من اللي استفدناه من السابق، ما لنا دخل بي. والتقط الساق بالساقي وظن انه الفراق، والتقط الساق بالساقي. هاي احتاروا الناس كيف يفهموها. لوكسمبري فهمها والتقطوا السياق، مش الساق، السياق يعني ملائكة يسوقون الناس للحكم، واسمها بالسرياني مدبرانا، مدبرانا رنا مدبرانا يوم المساق يعني. نعم السياق تشير إلى مساقين للحكم إلى ربك يومئذ وجاءت كل نفس منها دبرانا. دبرانا قلت سرياني هو والتقط فعل فريد بن خب ساقين التوث
التقت التف أمر الدنيا بأمر الآخرة عند الموت. قراءة لوكسمبورغ: والتقت سياق ملائكة سياق اسمها بالسرياني دبرانا. الملائكة تسوق الناس للحكم، وبتكون دبرانا. إذن يعني تشبه هذه السياق؟ نعم. كيف هذه السياق؟ هو ترجمها إلى الـ إلى الـ إلى السرياني ساق يسوقه. فهي بكل السياق يقول عندنا ملائكة هي اللي بتسوق الموتى. دبرانا هو مستعملة دائما، دبرانا المدير المدبر أو المرشد. أو المرشد. أيوه. دبرانا مدبر، اوكي، بهالمعنى هو ماخذه، انه على اساس هو اللي يسوق، هو اللي يدبر، هو اللي يدير. هل هناك مجموعه من الملائكه شغلتهم يسوقوا الناس؟ اوكي مدبرانا، اكتب لك اياه مدبرانا. يلا خليها، الله بيك، هو مسؤوليته. لا هو صحيح يعني، بس يعني أنا قلت الشكل الصيغة هذه شوية ما تشبه عربي، بس هو عملها عنده الطريقة الخامسة يمكن يأخذ. أيوة صحيح، بالترجمة ترجمة فهمها هيك. أوكي، ميم عليها سكون، دال فتحة، باء، أب، أمداء، سكون، رانا، دبرانا. نعم دبرانا، نقول حتى على مدير المدرسة مدبرانة مدرشته، يعني اللي يدير الأمور، يدير، نعم يدير الأمور مدبرانا. أوكي، هو يديره. طيب منيح، نكمل يا سيدي. أهو هنا يقول لك أبونا 913، ألم يكن نطفة من مني يمنى. هنا مني، ما الرجل في السرياني منى يعني يعد أي شيء معدود لا قيمة له، فهم التفسير مؤسف معنى ماء مهين ما لهوش معنى. ما شفناها هذه؟ ها؟ ما شفناها هذه؟ شفناها بالأيوة، بس هناك احنا كلنا بنترك هذا التفسير. فهم علي؟ نعم. قلنا أنه هذا التفسير يحذف، ها؟ شيك؟ نعم يحذف، لأنه مش هنا المعنى. أيوة. شيء مش هنا، هنا أنا أكتب يحذف. طيب طيب 917 شو اسمه سورة الهمزة. سورة الهمزة لوكسمبورغ الغمازة. شوف الغمازة وين هي بتيجي. هي بتيجي الغمازة الآية ويل لكل همازة همازة لمزة. هنشوفها هلا، هنشوفها وين تيجي. غمازة بمعنى يشير بعينه للتهكم، ويفهمها من السرياني هماسة بمعنى شكاك مرتاب. انت ليش بتبتسم عادة؟ يعني اقول يعني الخيال، مو دائما قلت لك الخيال الرحب الواسع. ايوه الواحد يستغرب فعلا كيف جابها هاي. شوف هماس، هماس هماسة. أيوة. معناه أوكي، فكر تأمل نقب بحث أدرك فهم شك ارتاب. صح خلاص، هي هاي هون جاي مو شك. أيوة. اكتب لنا يا هماسة. هماسة
أيوة. حتى شو اسمها ال اوكي طيب هلا الكلمة اللي بعدها هنا يعني يقول ويل لكل همزة لمزة لمزة، هو ما يكره لمزة، عمزة عمازة عمازة بمعنى مستهزئ، والفعل عمزة بالسرياني يعني غمزة، فكون المعنى ويل لكل مشكك مستهزئ. والخطأ نابع من شبه العين باللام السريانيتين. عماز 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 يقول عماز هو سرياني شو؟ غماز يعني غمزة، عماز عماز غمزة، بس أوقات هي حرف العين تلفظ غين ممكن. نعم طبعا. لا أو العكس، فيعني ليش أنا نغيرها نقول غمة؟ هو لمزة ويقرأها لمزة، لمزة أوكي، لمزة وعامزة ويقرأها عامزة عامزة وغمزة عامزة عامزة، يقول شبه العين باللام السريانيتين. هل اللام تعلمز؟ اللام تشبه العين السرياني. لا مو كتبت لك عن اللام والعين. لا اللام والعين لا ما تشبه كثير. طيب بس أنا كده أدور على عماز، ماكو عمازة بالزاء، أكو بالساء. غمز غمز إيش بتقوله في غمز؟ آه غمز أوكي بال الجمال أوكي غمز إيه غمز أكو موجود غمز غمز أو غمز هي وسخ قذرت أن تدنس تغضنا تقلص تجعد غمز قاموزة وسخ قدر قميزة مغضن مجعد قاموزوتة وسخ قدر دنس قميزوتة جعودة تغضن. طيب بالسرياني شو بتقول؟ ما هي ترجمة غمزة بعينه؟ غمز بعينه، هل هناك فعل عماز أو رمز؟ رمز بالراء ميم زين زاء. إيش بتقول؟ رمز راء ميم زين زاء. رمز. إيه بجوز أنت تشوف القاموس العربي السرياني بالحالة هاي قد يساعدك. بنشوف. قد يساعدك. نعم نعم نعم. غير شغل قاعدين بنشتغل ابونا. نعم نعم طبعا طبعا صح. يعني المساله هي هسه انا اشوف غمزه مو بالعربي، شو بالسرياني شو؟ ايوه اشوف غمزه شو يعني بالسرياني؟ الغماز راموز رمازه، شفت كما قلت لك انه الغماز راموز رمازه بالراء مو بالغين. غمزة هذا السرياني القديم ولا الحديث اللي عندك بين يديك؟ القديم 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 غمزة. حلو. غمزة غمزة راموزة رمازة راموزة رمز هي رمز أشارة غمزة هيك تعني بها المعنى. اكتب لنا اياها يا رمز بالراء. اي ورمز رمز رمز مش بالعين مش بالعين. لا 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 لا, لا. رمز
وخطا إذن. هل الراء والعين يتشابهون؟ لا. لا. الراء واللام يتشابهون؟ لا. الراء السرياني هل تشبه اللام السرياني؟ لا. لا أبدا. فما أعرفش هو كيف اخترع لنا الشغلة هاي. هو بيقول هنا مز المز المز موجود خطأ مز. نابع من شبه العين، العين باللام السريانيتين. هسه العين واللام بالسرياني متشابهين؟ العين وال لام لا، مو مرة كتبت لك إياها، تذكر هاي جتي علينا هاي مرة. مش متشابهات؟ لا. المز الله بعينك اكتب لنا العين واللام مشان نشوف كيف فهمه، مشان نعرف نجاوب عليه في حال احتاجنا. دقيقة 5 ثواني لتتأكد من الشيء. في العز لغزة، العز باللام والعين والزاء، العز العين اللاء والعين، لا عين وزاء وزين يعني لعزة. لا العز، أيوة العز لعزة بمعنى غمزة، بمعنى لغزة. لغزة. أوكي. لغز 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 مش غمزة. لا لا. طب طيب طيب انت بتقول رمز سريانيا يعني غمز. ايوه معنى. اكتب لنا اياها، اكتب لنا اياها، اكتب لنا رمز. هاي رمز 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 يعني ايوه رمز. انا اكتب هيك، أحط هذه الإشارة مشان أرجع لها. واكتب لنا العين واللام، اكتب لنا العين واللام مشان نشوف شو بفكر هذا من الحلال. العين واللام السريانيين. هذه العين يا سيدي، هذه العين، العين واللام. كيف الأولى عين والثانية لام. أوكي. إحنا بنكتبها ما دخلنا فيه. إن شاء الله إن شاء الله. نعم راس. اللي يريد. هناك عمس بالسين، عمس عماسة. أيوة. بس معناه شيء آخر، بث بدد بذرة. لا هذا أكيد ما لهش معنى هنا. ما لها. إلا العين هنا العين. وعمص بالصاد في عمص. غمضا انطبق انطم. هنا العين هنا اللي انت كتبتها واللام، اذا انت اغلقت اللام تيجي مثل العين، واذا فتحت العين بتصير مثل اللام. يعني ممكن ممكن ممكن, ممكن. يعني بجوز هو اخذها بهذا المعنى. المعنى بجوز. طيب وعدده هنا 620 يقول الذي جمع ماله وعدده. طيب وعدده صيغة فريدة وتعني وفقا لجلاله احصاه وجعله
عدة لحوادث الدهر، وتعني من الفعل السرياني عدة، وفقا للكسبر يعني كثره وزاد عدده وحزمه. عدة الفعل عدة يعني أو مثلك عداء أو ما أعرف شيء. كيف تلفظه؟ عداء، عدا، ركض، سرى، جرى، عرض، حدث، طرى، أصاب، عاد، نجا، تخلصا، اقترب. عدي، خلص، أنقذ، نجا، قهر، أجبر، ألزم. أي هاي. هل هو يقول معناه كثر أو زاد أو زاد عدده وحزمه؟ هل فعل عدة في فعل عدة مثل هيك سرياني اللي بيعطي هذا المعنى؟ عد، عد بينما عد 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 أمث عد عدم عد عد نقط نظف جز قطع قلم كسح شد حزم حزق أدذ وغشاذ هذا حدث مار 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 زبد نفش الصوف زبد ونفش الصوف عد وداد قد عاد قد خمر تسبيح عود كنج عود قش حمولة نطفة زرع دوام داد عدة عدة ما يكسح من فروع أصل الكرم الدقيق دا عدا ركض عدا لا ما في بهالمعنى مدى أشوف يعني أقل هو طب هذا ما لناش حاجة بي ما لناش حاجة بي نكتبها وعدده يعني فهم مفهوم بالعربي مو ضرورة نرجع كثر عدد عدد مو ضرورة نرجع لأصل سرياني متعدد عديد عديد شيء أيوة. عديد يعني كثير يعني أيوة أوه. طيب هنا يقول أبونا 622 كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة هنا جاءت هذه الكلمة مرتين هنا وفي الآية اللاحقة بمعنى الكثرة الكثيرة التحطيم اسم لجهنم. ووفقا للكسبور حطامة تعني الحقل المحروق بعد الحصاد لتنظيف الأرض. طمع 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 الخاء والحاء حاء ولا خاء اخ حاء حطم حطم كسر سحق قطم عض قطع استخدم استبع استعبد حطيمة يابز محترق أيوة حطيمة يابز محترق هو لفظها احطم 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 هل احطم موجودة بمعنى الحقل المحروق هي ممكن حطمة حطمة مو حط أيوة بجوز حطمة كمان حطمة نعم حطمة بس حطمة معناه خابد خادم عبد لا إذا حطمت خادمة جارية حطمت ولكن حطيمة أيوة الفعل هو حطم نفسه حطيمة والاسم المفعول معناه يابس محترق أيوة طيب منيح اكتب لنا إياها اي طيب. اليابس المحترق يا الله تمام بالعربي ايوه ألف حطيم
شوف هو يكره حطيمة سريانين تعني الحقل المحروق بعد الحصاد لتنظيف الأرض. ولا هذا مبالغ في الكلام؟ بالضبط الحقل المحروق، نعم حرق محروق. محروق المحروق. بالضبط. محروق. طيب هلأ الأفئدة، هنا الكلمة جاءت مرتين منيح، أظن الهامش الأسفل منيح. هلأ الأفئدة هنا التي تطلع على الأفئدة، هنا النار، فاهم علي؟ التي تطلع على الأفئدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة. 24 يفهمها الأفئدة، هو يفهمها بمعنى المنخارين. فهن ولا كلم لها عيون هذا شو؟ أوكي منخارين يعني من السرياني لو هيك عربي يعني. سرياني هو. سرياني شو الكلمة؟ هي بالعبري. شوف هناك كلمة تقول مزامير 115:6. يقول لها أفواه لا تتكلم، لها عيون ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها أنوف ولا تشم. أفا 15:9 قلت أنا مزمور. بالعبري أف أنف يعني أنف. 115 الآية السادسة أنت شوف. آية 6 فضاط الشور مريا مكخا وفرقا الفثة وجنياخ مطل فصي نوش أيوة مريا اثمي نوش نياخ مطل فصي نوش مش بغضار النوم. لا لا مو 115 بلكي هون الترقيم غير شكل عشان شو 100 اساسا طول الرقم مريزان شوف 115 لا 115 يا سيدي مزمور الآية السادسة ناطر الشور يا ماريا يحفظ الفتيان الرب مكخن وبرقا. لا هي الجملة الآية تقول أبونا لها أفواه ولا تتكلم. أيوة هو يحكي هاي موجودة أنا يقراها نحن دائما بالصلاة هذه شو اسمها بس مو مزمور 115 هذا ما أظن. يعني أنت تشك في الرقم. إيه لأنه ما هون ما فيه إلا ولكن هذه مشهورة الآية لهم آذان لا تسمع لهم فلا تشمها وصانعوها مثلها مثلهم صوكاز. طب أنا أشوف لك المزامير أتحقق إذا 115 فعلا 115 أبونا 114 شفت دلت لأنه ممكن ترقيم شوية أهم. لا ما صحيح كلامك سليم أبونا كلامك سليم هناك خطأ. إذن لها أفواه ولا تتكلم. أنا حشوف إيه الرقم الحقيقي. صحيح كلامك سليم الترقيم أنا اللي عندي خطأ. أنا حابحث عن الـ أيوة هنا رجع يقول لـ 115 الآية الخامسة السادسة ليه؟ في كمان مزمور 135 الآية 16 135 قبل مذهب
قبلمت هيك قبلمت وقبلمت هيك وآية شقد سادس 16 منذ عمي منذ بدع عالم أنا حشوف لها أنوف ولا تشم. هيا شوف أنا أنوف ولا تشم شو يقول؟ لها أنوف ولا تشم. أنوف ولا تشم. شوف هي 134 حسب الترقيم تاع البشطة 134 الآية 16 يقول بوما إثل هون ولما اللين يعني لها أفواه ولا تتكلم يتكلم طبعا يحكي قبلها ثخرة عمي سيمة وذهوة أصنام الشعوب فضة وذهب عوذ إيدي درناشة صنع يدي الإنسان لها أفواه لا تتكلم لها عيون ولا تنظر لها آذان لا تسمع وليس روح فيها أخوذها نهو مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. أكيد أبونا مش هاي الآية. أنا ثاني واحد أنا يعني قاعد ببحث لك عن الآية الصحيحة. أيوة أنا وجدتها أظن يرجع يقول لي الإصحاح 115 الآية السادسة 115 وشفنا أنا ما 115 110 13 15 آية خامسة هي رحمانة مريا وزدق آلاها آتم رحمانة رحوم أنت يا رب وصادق إله أنت رحيم. لا مش هاي مش هاي ثانية واحدة ثانية واحدة احنا حنشوف ايه يا رب هنا شوف هنا المزمور بيبدأ بهيك لا لنا يا رب لا لنا بل اسمك قاعد المجد لأجل رب لا مريا لا لا ليش مريا اوكي هذا مزمور ايش هذا مزمور 115 قول 115 عندي المزمور يبدأ ب رخمت نشمع مريا قالت وعوذ أحببت أن تسمع يا رب صوت طلبتي. لا مش هاي إذا بجوز الرقم اللي قبله أو اللي بعده عندكم اللي قبله 114 كاذن فق إسرائيل من مصر وذ يعقو من عم لا عوزة هاي عم لا عوزة كنا أعطيني يا عوزة أعطيني أيوة شوف كنا نبحث شيء آخر اللي كنا نريده هو هذا 114 الآية الأولى أيه يقول حين وقت خرج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب لا عوزة عم لا عوزة شوف بالعربي شو يقول عم أعجمي هم ترجموها أعجمي أعجمي ها لا عوزة بس أنتوا عوزة هي صفة غريب أعجمي فندق شو ترجمها من شعب أعجم ترجم أعجم بالعبري أشوف إزاي ترجموها مش مشكلة يعني ولو إنه وبالعاز نحن شفنا لعزة لعوزة أيوة بالقاموس يقول هو خشم بربري أيوة بربري
بربري مو يعني معناته مو لا مو هذا مو هاي شو اسمه ايه ذاك غير شيء ذاك غير شيء ذاك لعوزه 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 طيب منيح هلا هلا اذا ارجع لنا لهذا شو هذه دوري قلنا فيها انا حشوف بعدين هو ربما ابونا 15 يبدا بالايه لا لنا يا رب لا لنا بل اسمك اعطي المجد لاجل رحمتك وحقك تصوروا علشان كلمة واحدة كم قاعد من ضيع وقت بجوز اللي عندك هو المزمور رقم 116 أبونا شفت 116 هو المزمور القصير سبحوا الرب جميع الأمم سبحوه كل لا لا مش هذا إذن طيب اللي بعده شو بقول عندك اللي بعده هو المزمور يبدأ أودى والمرية الطاوة والعالم رحمه أشكر الرب لأنه صالح إذن طيب رقم 14 شو بيقول 14 يقول يبدأ بكذا انفق إسرائيل هاي قلت لك إيه كذا انفق إسرائيل من مصر ودود يعقوب من 13 شبغ عودة ومريا سبحوا عبيد الرب سبحوا لاسم الرب طيب هاي مشكلة عندنا طيب مو مشكلة غورات قبلوا لا أنوف لا تشم أكون عندي طريقة حتى أشوف هاي الآية هذا المريا هلا عندنا في هذا كتاب الطقس هذا كتاب الطقس طقسي المزامير هناك فهرس للآيات شوف وين التفريغ لا تخلنا مصر هاي مصر بس غريب ليش هيك يعني أبونا هنا فرغلي فرغلي أو معرفش بولس فرغلي فرغلي الأب بولس فرغلي رقموا اللي رقم 113 بي اللي عند 113 لا ما في طب مش مشكلة طيب هل انت هاي الآية 9 هي في مزمور 114 اللي الآية 9 اللي تقول لا لن مريا لا لن إلا لشمغنه ويقارة لا لنا يا رب لا لنا تمام هذه هي بداية المزمور
عاد خلي روح بيها شوف تجي لا نمر عمائك ولا هون الهن بشميه مفهومه اثر هون شوف الايه 13 كوما اثل هون ولما اللين عينه اثل هون ولا خازن اذنه اثل هون ولا شمع خيره اثل هون ولا مريخين انوف لها انخيره مناخير خير خيره انخيره المناخير اثل هون ولا مريخين انخيره هنا هنا بالعبري ابونا اف بالعبري اف انف يعني اف العبريه هي من التي الذي تطلع على الافئده الافئده بمعنى المنخارين بس بالعربي افئده يعني قلوب صح بس هو ما بيقرا على الافئده هو بيقرا على المناخير على النفس يعني انه بتطلع النار على النفس انه ما يعرفش عيد يعود يتنفس ومثل هيك سلامتك بعينيك مالك ابونا مريض انت ما اعرف عيني عم شو اسمه تنحت تحترق اوكي سلامتك ايه ايه طيب انت ما عندك كلمه بالسرياني انف اف نعم افده طيب ابني حوض خيره ناخيره حتى بالقديم خيره او نحيره وبالحديث نقول ناخيره اوكي هاي نتركها هاي نتركها هنعمل ايه انا هحط عليها علامه نجمه وبعدين ارجع لها ارجع لها بعض يعني معناته هتكون من العبري طيب هنا والمرسلات عرفا المرسلات كانت فريده فما التفسير وسبع الرياح او الملائكه ويرى يكسبر ان المرسلات اسم من أسماء الملكة الملائكة والتي يطلق عليها بالسرياني حيلوتة شيمة حيلواثة شمية حيلواثة شمية يعني القوات السماوية بس ما علاقتها بالمرسلات الطريقة الخامسة يمكن هاي يعني جايس سوى غير معرف ايه 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 حقيقة بس هي هاي كاتبه هو حلوات شمية قلت له طيب والمرسلات عرفا طيب اكتب لنا اياها الله بعينك احنا شو نساوي فيه الله بعيننا الله بعيننا عليه الحركات بالعربي والشدة والهاي شوية تأخذ وقت أوكي حلاوات تشمية أيوة أوكي هو هيك بده إياه هي القوات السماوية شفت هاي القوات السماوية حلاوات تشمية أيوة أو خلص أنا أعمل له إيه هذا اللي بدي إياه طيب طيب هذا بالجمع بمعنى المستقبل يعزفنا ومشكلة هاي أن الناشرات تشير إلى الملائكة المخولة بيوم النشور هذا معنى فيها كرات لكسا نشرنا اسم فاعل بالجمع بمعنى المستقبل
ما خصنا احنا فيها، هذا ما عايزنا. ويرك أن الفارقات تشير الملائكة تفصل بين الأخيار والأشرار، ما لنا فيها فارق. فرق قراءة لفسامة، فرقنا اسم فاعل سرياني بالجمع بعمل المستقبل. طيب المعقبات تشير إلى الملائكة التي تعاقب. طيب بالجمع أنا هو حر يقول اللي يريده. طيب عذرا إذا تعذرنا، عذران بمعنى سوف تساعدنا، عذران من السرياني عذران بمعنى سوف تساعدنا، هل صحيح عذران تساعد؟ عذران تساعدنا، إيه تساعدنا، تساعدنا، اكتب لنا عذران هاي. الله معينك. من اضرب على الجسم الغطاء على الزر الخطأ يجي اصبعي ايش سبحان الله إيه. إيه هاي حلو جدا أدران. أوكي عذران هنا عذران السرياني. طيب هل هو بيجي بعدين بيقول من السرياني ندران بمعنى سوف تنبهنا وتنظرنا، ندران نفس المشكلة عنده. ندران ندرا بعرفش يعني نظرنا يعني ينذرنا ندران. لا بالعربي هاي مو بالسرياني. وبقول لك ما هو الفعل نظر انظر بال انظر زهر حذر
نهر نهر ندار بال ندار ندارة بالسرياني يعني النذرة أو حتى تصبب هطل سالة تحدر الماء خاصة بحدة نذر نذرة حزين تعب نذرة نذر هدية عطية صدقة بر نذرة نذير حبيب عزيز ناظرت مصب الماء نذارة تعب مشقة كربة ما 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 انذر انذر ما تجي بالمعنى معناته هو بيقول هي الصيغة سريانية ربما هو يعني نهر ما أعرف بس ما بالسرياني ما في انذر بمعنى أنه أنذره بالعربي انظر حول تحت انظر ابونا ايوه ايوه انظر اي اوكي ان دار زهارة اي زهر زهارة برقالة انظر انذر خرق صبر زهر خرق ما في ما 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 ايه طب انا بدبر حالي خليني دار زهارة بجوز هو بيعتبرها انها شكل سرياني شكل سرياني هنا تسعة واذا الرسل اقتت ابونا فهم مع هذه فهم المنطق هذه الآية وإذا الرسل عين لهم الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم ويقرأ لك سماء أعقبك كمرادف لكلمة أجلت بصيغة المعلوم في الآية اللاحقة أجلت يعني أقتت هي أجلت أعقبت ما لهاش علاقة بالسريانية هذا ما لاش علاقة بالسرياني خليه هو حر اللي يريده يقول اللي يريده احنا ما دخلنا كفاتة هنا ألم نجعل الأرض كفاتة بمعنى جامعة ضامة يقرأها لكسما كفاتة هل كف بالسرياني معناته جمعة كباشي شوف لك هي بس كباش كباشا كا هي جمعة شوف يمكن كبث هم كبث شجرة مريم بخور كباثة كتلة كبة كرة كشك خاصة كباثة كتلة كبة أيوة كرة كشك ما لهاش معنى ضبة كفتة يعني مثل كفتة شيء مكتل ايوه كفتة ايوه مكتل يعني كتلة هل لها معنى جمعة وضمة كبت ضغط هرس مرس كبوثة كوباثة معناته جمعة انت تقول هاي الجمعة لانه الكفتة معناته بتجمع اللحم ايوه بالضبط ايوه كفث ايوه كبث كباثة كفت ضم جمع صح اكتب لنا اياها اكتب لنا اياها ايوه اكتب لنا اياها كفاثة احنا بنكتبها هاي حتى هو ما فكر فيها صاحبنا احنا هلا وجدنا احنا حالنا بس اكتب لك هي على نفس الوزن على نفس الصيغه اه.
حاتم. فاذا معناته جمع. ايوه جمع. جمع. حلو جدا. حلو جدا. واحنا ما كنا نعرف من وين اجت كلمه كفته. هلا فهمنا. بتجمعها كفته. طيب. ومنها كلمه كفته. ايوه انا اكتبها هيك مجموع لانه ايوه تجمع اللحم يعني تجمع. نعم ايوه تعملها كبه. ايوه كبه. ايوه فرات هنا ثلاثه وجعلنا فيها رواسي شامخات وسقيناكم ماء فراتا. فراتا جاءت الكلمه ثلاث مرات معنى شديد العذوبه ويفهم لوكسمبير بمعنى مميزا لأن الفعل فرط سريانين يعني فرز وفصل. فرث فرث شق بعج فتق فسخ فث ثرد فرث فرثي فتق شق مزق فرث فرث بعر زبل فراث فتات كسرى فرثخ فتدق. فراث أو فراث معناه فرث شق بعج فتق. منيح اعطينا اياها فراث هاي. ايوه هاي بيكون كويس. فرات حلو جدا. هيك 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 اهو فرات. ايوه حلو جدا. انا بحط عليها نجمه عشان النهاية مكررة ثلاث مرات يعني لازم نصلحها بكل مكان. طيب هنا أعطانا هي الصورة للكلمة. للصورة الكلمة هنا 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 تسعة مأخوذة من السريانية وتشير إلى البنيان الضخم القصر. القصر هو بيقراها هيك جزرة. كسرة أظن هو يقراها كسرة. جزرة جزر جزر هي قطعة. شوف جزرة جزار. اوكي جزار جزار جزرا جزر قص جزر جزر قصر قطع القرلة خصى زال نحت قطع مزق افترس حتم حكم فصل ومنع عاق صد تتن ختن توعد تهدد. جزرا جزرا هو كاتب جزرا. شوف بمعنى ايش بمعنى قصر بنيان الضخم.
جزيرتا هي جزيرة، ساحبة رحبة، ساحة رحبة، هيكل أو دائرة مصورة. منها من هون ماخذها جزيرتا. جزيرتا لا كسر مع شوف أبونا القاموس العربي كسر شو بقول لك. قصر هي بيرتا، بيرتا مو جزيرتا، بيرتا. قصر في البنيان الضخم سمي بيرتا، بس خلي أشوف لك إياه بالعامة. الله بعينه. بيرتا بنى لبشمية قصر بنى له في السماء. بيرتا قصر 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 القصر قاب قصد أيوة قصد قصفة قصر 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 القصر القصور تقصير القصور من أنجا القصر إيش صفة قصر قصمة قصوى قال قصو هؤلاء قبل هذه وين الله قصر 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 القصر قصر القامة القصر البيت الفخم قصر بيت قصر أب أفذنا أفذنا أفدانا برتا ما قلت ساحرتا تشقى الرعثة رستا إسقملين إيوانا هاي ما في هاي الكلمة ما في كلمة جزيرة جزيرة يعني المجزوز المقطوع هيك يعني. طب يعني هو بألف هنا؟ ما أعرف صدق يمكن غير شو اسمه يمكن جزيرتا إذا جزيرتا إيه ممكن يكون ساحة كبيرة مكان كبير فخم. مو جزيرة جزرة 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 لا مو شفنا جزرة. من جزر جزر يعني قطعة أو قرر حتى الحكم يعني قرار الحكم يقول جزر دينا أو أنا كبرت لك إياها إذا بساعدك إيه جزرة إيه جزرة 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 إيه جزرة جزيرة جزيرة يا جزيري حاجي جندي عسكري جزرة حفر جلد شجاع شهم قوي ماهر حظير مناشر جزرت جزيرة جزر جزارة جزرة جزرة خص قطع الغرلة أزال الرجولة نحت قطع حجارة مزق افترس حتم حكم فرض قصد نوى منع عاق صد اختتن ختن توعد تهدد بلاش معنى جزر جزارة مبالغة أنا بكتب جزر الهباء أعطى منع تجزر جازورة جزار جزاز قطاع جزرة عفر جلد شجاع جلد شجاع شهم قوي ماهر حاذق جزيرة 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 طيب جزرة جزرة حربة مرزاق شوف بعدين جزر عقار يوك عقا عقار يوكل زارة قطيع حظيرة جزر دينا حكم قضاء جزرة هبة هدية لعروسة نقت عث ما يعني وين ما لا ما في جزرة كل هذه مشتقات سيبك منها أبونا هل هو قال إنه هاي الكلمة في الحقيقة هي مقلوبة من قرص بمعنى المسامير الكبيرة أو السهام قرص مش قصر هو ما قال هي كان لازم تقرأ هي مقلوبة من قرص السريانية قرص بمعنى مسامير كبيرة أو سهام قرص
قرص قرص قرص. قرص 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 قرض فتل برم قطع لسع عض ألم ألم أوجع آذى بسط مد رقق قرص قطع العجين رمز غمز بعينه سخر قرص. هل عندك اسم قرص بمعنى مسمار كبير أو سهم؟ قرص 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 صفة قاروسة مسمار كبير قاروسة مسمار كبير. ايه اعطينا اياها هاي هاي منيح. قاروسة مو قاروس. قاروسة قاروسة. راح قلب لي الأحرف مشان إنه يزبطها على الطريقة السريانية. يعني مش عارف شو أقول. قاروس قاروس قاروط فاروق شوف كل هذه أسماء هي اسم الفاعل للكلمة بالأرامي. طيب هلا بالسرياني الحبل أو كأنها شوف هنا يقول لك 57 الآية 57 يقول لك كأنها جمالة صفر جمالة صفر جمالة هو فهمت أبونا. أنا هنا حأعملها نجمي لأنه هذا لازم أضبطها. جمالة جاءت المرة جاءت مرة واحدة في كلتا الصيغتين جمالة أو جمال جمال وفهمت بمعنى الحيوان المألوف أو الحبل الغليظ. وسريانيا حبلة تعني حبلة مش هيك؟ حولة أيوة حبلة حبلة أيوة أعطينا إياها هاي كويس حولة أيوة حبلة أيوة تريد تكتبها لي؟ إيه إذا كان ممكن إيه حبلة حبلة. نحن الشرقيين يعني الأشورين والكلدان نعمل الباء لينها نصير حولة تصير حولة أيوة أيوة تكتب الباء أو حبلة. ايوه نكمل او احنا نوقف اصلا يكون افضل حتى نوقف 36 نشوف هنا شو اللي صار معنا 36 هنا 36 36 احنا مش عايزين 36 معناها ابتهل او طلبه عدرا هاي احنا شفناه وحنشوفها بعدين هاي حنشوفها بعدين مش مشكلة. نتوقف هنا أبونا. أوكي أوكي. لأنه لا حاجة للمزيد. الآن حنرجع غير يوم. أي يوم يناسب غير يوم أبونا مرة الجاي؟ بعد بكرة. ها كويس جدا. بعد بكرة يعني الأربعاء. الأربعاء أنا حذكر عندي هذا الأمر. وحنكمل حنساوي شو يعني. إن شاء الله. شو حنعمل مجبورين نعم 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 بدينا لازم. يعني انت وانا مثل المحكوم عليهم بالاعمال الشاقه يقول كل ما تعاود مشلم كل ما يعمله يختمه يعني يكمله لازم نكمل كل ما تعاود مشلم في واحد حكى لي قصه امبارح هذيك اليوم قال واحد هذا موسوليني راح على لما توفى الله حطه في الجحيم الله حطه في الجحيم وكان جزاه
إنه يكنس الجحيم كل يوم كنسنا. طيب وهذا طلع هيك لقى هتلر قاعد على الطاولة. قال له لا الله أنت ليش جازيني أنظف الجحيم كل يوم وهذا هتلر قاعد على الطاولة ما هو أجرم أكبر مني أكثر مني. قال له أنت مش عارف هو القصاص تاعه. قال له شو مش عارف شو قصاص. قال له شو. قال له هو الله طالب منه إنه يترجم كتابه ماين كامف للعبرة. إيش كتاب؟ للعبرة كتابه ماين كامف يعني. ماين كامف. أنا وأنت يعني محكوم علينا نترجم العربي للسريع. لا لا هاي عقوبتنا أنت وأنا بس بصراحة لا أنت ولا أنا نستحق هذا العقاب. هذه أعمال شاقة يعني أعمال شاقة هاي يعني الحكومة تعاقب واحد بهذا الشغل هاي الشغلة. هم مسلية شوية وممتعة ولكن صعبة. صعبة كثير إيه وما تدري مين يقدر يكون بهذا العمل غيرك وغيري ما بعرف. صعب صعب يعني أنت تقول أنا موسوليني وأنت هتلر أنا هتلر وأنت موسوليني. الله يساعد الله الله يعيننا الله يعيننا الله يعيننا ونعم الأبونا. نأمل إنهم يستفيدوا منا. أبونا إحنا هنوقف المشاركة وأشكرك على هذه الخدمة الجميلة لي وللمشاهدين والجميع. الحلقة السابقة أجا عليها أكثر من 600 مشاهد. الحلقة السابقة يعني في ناس 631 وسبع تعليقات. أم علي؟ مش بطال مش بطال. وتعليقاتك شو كانت على أكثر؟ ما قرأتها. أنا ممكن أقرأ لك إياها. أنا أقرأ لك إياها التعليقات. استفيد منها. أيوة استفيد. طب حلو. أهلا بالعلم وأهله مجهوداتكم تدرس. وهي اللي كتبت تعرف مين؟ هي يعني أنا عرفها. هي سيدة من مكة المكرمة. جميل. شفت علي؟ جميل. بعدين كتبت كمان دكتور سامي أحبك من كل قلبي تسلبي. جميل. وبعدين واحدة بريف دمشق توجد بلدة اسمها يلدا. يلدا إيه. يلدا عيد الميلاد. طيب. بين الساسة كتب حسب ما فهمت فهو يوم الحظ في بيت الصلاة. ما فهمت الحاصله. بيقول واحد يعني بيقول ما يصير احنا ندور ونلف بالطريقة هاي. قلت له يعني احنا مو ضرورة نقبل كل اللي بيقوله كمان مش ضرورة نقبل بكل اللي بيعملوا المفسرين نفس الشيء. احنا بنعطي الرأي والرأي الآخر وبعدين القارئ يدبر نفسه. على كل هذه هي التعليقات. زين 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 يعني اجملها. اوكي 600 شخص كويس ابونا لانه هذا متخصص. هذا مش جلسه وهي في يومين يمكن يومين اللي يومين 633 بيومين خير وبركه. واكيد حيجيها قراءات اخرى يعني مجموعات اخرى. اللي قبلها واللي قبل هذيك 695. ايه مليح مليح. ده ناس يستفيدون يعني ناس يهتمون في اهتمام يعني في ناس في هذا صعب ابونا. مين بيهتم بهالشغلات هذولا صعب ليهم. طبعا طبعا. لا بس يعني ده اقول لك همزين في ناس ده يهتمون يعني ايه وهذا بشوش عقلهم. فتصور يعني هذولا يجوا يقروا النص القرآني كله هذا في مشكلة بالنص تاعكم هذا سرياني يشوش عقولهم للمسلمين. يمكن واحد قسم يشوشهم بس قسم منهم يفتح أمامهم آفاق يعني كثير. صح صح.
يعني يدخل الشك في قلوبهم. نعم نعم. هو الشك اللي يفتح الطريق. ايوه انا نفسي يعني من اول ما سمعت الاستاذ لوكسمبرغ يعني قلت فتح افق جديد امامي حقيقه. حلو يعني محاوله يعني حقيقه مهمه. بغض النظر عن بعدين يكون بيها شويه مبالغه من هون مبالغه من هناك نقص من هنا زياده من هنا هاي شيء اعتيادي بشري هذا يعني. بس كفكره وكمبادره جدا مهمه جدا قويه. اكيد 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 يعني حتى لو 1% معاه حق حلو جدا. نعم هم في ولو معاه 1% حق فائده يعني يعني يضيف شيء الى الفهم الناس الى المنهج. ابونا رام شبريخه ليلى سعيده والى اللقاء باذن الله الجميع. السلام ابونا انا اقطع هنا.